السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: أنا طالب في هندسة مدني، كنت عايز أتعرف أكتر على مجال البيم في الطبيعة. قدرت الفترة اللي فاتت أقرأ عنه كتير، وبدأت بالفعل أتعلم بالريفت كخطوة مبدئية، بس عايز أطور بنفسي أكتر. لو حضرتك مشكور تعملنا فيديو تقول لنا إحنا الطلبة ممكن إيه الفرص اللي ممكن نستغلها. طيب بص يا سيدي الفاضل، بداية لازم يكون عندك بعض الخبرة، إن أنت مثلا تقرا في مجال البيم، أو إن أنت تشوف فيديوهات في مجال البيم. وفي بيم أريبيا وفرنا مواد كتيرة جدا مجانية لمعلومات عامة وتطبيقات على البرامج. الخطوة اللي بعد كده إن أنت تبدأ تشوف مشاريع كتيرة، يعني تبدأ تشوف أكتر من مشروع يكون معمولين، وتبدأ تفتحهم وتبدأ تشوفهم وتبدأ تعمل ووك ثرو جواهم، وتبدأ تشوف مثلا جزء معين ده اتعمل ازاي وتبدأ تحاول تعمل زيه. دي هتديك خبرة واحتكاك ومعلومات. ممكن مثلا ايه ده اول مرة اشوفها تعمل ازاي دي، طب ما نحاول اعملها واحدة واثنين وثلاثة لحد بتبدأ تيجي معاك. ممكن تاخد اي مشروع حد عايزه مطلوب منك كاد تعمله له، بس تعمله بالبيم وبعد كده تصدره للكاد. ممكن تشوف مشاريع تخرج للطلبة، مثلا حتى لو انت مثلا في سنة تانية وفي مشروع طلبة في اخر سنة، ممكن تشارك معاهم تقول لهم انا ممكن اشارك معاكم واساعدكم في الجزئية ديت. هتاخد خبرة كويسة جدا وهتشيل عنهم بعض الجهد اللي هيبقى عليهم. انا شاركت مشاريع تخرج كتيرة جدا اثناء الدراسة وبعد الدراسة وحتى الان بيبقى في طلبة بشارك معاهم، بحيث ان الواحد برضو ياخد خبرة ويقدر يعمل مشاريع اكتر. حاول تشوف حد قدوة في المجال بيعمل شغل كويس وتبدأ تمشي على نفس النهج بتاعه. في أغنية أجنبية بتقولك to follow the boss, look to the master, follow the master, walk with the master, see through the master, become the master. بعد كده يبقى أنت ليك أسلوبك الخاص في الشغل. حاول ان انت تشوف اي دورات تدريبية وتطبق، يعني ما فيش فيديو تسمعه انا فهمت. انا كنت بدي كورسات، ففي بعض الطلبة الكلام ده مفهوم بس طب طبق، يقولك لا 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 ويطنش ان هو يطبق في اثناء المحاضرة، ما انت كده كده قاعد. لا، حاول تطبق لما تشتغل بايديك المعلومة بتستقر اكتر. لما تقعد تتفرج معلومة ممكن تموت على طول، لما تقعد تتفرج وتتكلم وتناقش حد، يعني حد يكون لايف. عشان كده انا افضل موضوع الكورسات على موضوع الفيديوهات لو متوفرة ورخيصة، تمام؟ حسب الاستطاعة. حاول ان انت تبدأ تشوف ناس كويسة في المجال وتبدأ تتكلم معاهم وتناقش معاهم، بحيث لو حاجة وقفت قدامك يساعدوك. لو حاجة وقفت قدامهم تشارك في الموضوع، فده بيديك احتكاك وبيديك معرفة وبيديك بدل ما تحتك انت بالمشكلة، لا حد تاني شافها فانت بتحلها، فلما هيجيلك المشكلة دي هتكون انت عارفها، تمام؟ يعني خليك انت حتى لو انت مش البيم مانجر او البيم كوردينيتور بتاع المشروع، واحد عادي بيم سبيشاليست، بس الناس عارفة ان الراجل ده يقدر يحل لنا المشكلة. فكل ما تيجي مشكلة يدوها لك، فانت خلاص بقيت قائد بدون تعيين، بقيت انت سبورت للناس في مجال البيم. المهم ما تقفش، تمام؟ احنا اول ما بدأنا سطبنا البيم كان ده في 2006 و7، اول ما سطبنا برامج البيم ما كانش نزل من غير فاميلي، ونزل ما فيش معلومات بالعربي ولا بالانجليزي، وما فيش يوتيوب وما فيش حاجه خالص. فكنا قاعدين في الصحراء ونفتح كل يوم نقعد ساعتين قدامه، ما فيش حاجه خالص، يعني هو ابيض يا ورد. بس الواحد بيحاول يجرب هنا لحد ما ايه، واحده واحده بدأت العمليه تمشي. والفكرة ان انت متقفش، لازم تقعد تجرب مرة هنا ومرة هنا وتخيب وتصيب وتعمل تجارب وتحاول تعمل مشروع وتحاول. طب انا هحاول اعمل برج دبي دوت بالبيم وتجرب، وفي حاجة تقف قدامك فتسأل فيها. مجرد ان حاجة مشكلة واجهتك وانت بدأت تحل فيها، دي حاجة كويسة جدا، بدل ما تضيع الوقت ده مثلا في الفرجة على حاجة ملهاش لازمة، لا تستفاد من الوقت بتاعك دوت. وربنا ييسر كل خير.